بسم الله الرحمن الرحيم. بروا أباءكم تبركم أبناؤكم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. اسمع ماذا يصنع البر بأهله. له والدة هو بار بها، لو أقسم على الله لأبر. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. أقسم بالله العظيم، بعد وفاة الأم وهداية الإبن العاق، يتمنى هذا الإبن أن تخرج أمه رأسها من قبرها ليقبلها ويقول لها: أمه سامحيني، أمه سامحيني. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أمك التي لا يلذ لها طعام ولا يهنأ لها مقام، حتى تراك ملء السمع والبصر. كم سهرت لتنام، كم جاعت لتشبع، وكم شقت لتسعدان. أسألك بالله، من ذا الذي يسد الفراغ الذي تركته أمك، وهي التي كانت لا ترى الحياة إلا من خلالك والسعادة إلا بوجودك، بل جعلت أكبر همومها أن تحملك في بطنها، وتحضنك في حجرها، وترطبك بنظراتها، وترويك من صدرها. حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين. والله ما عرف قدرها إلا الله حين جعل الجنة تحت أقدامها، وجعل النظر إلى وجهها عبادة، وربط حقه بحقها وشكره بشكرها. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. كيف لو فقدت أمك أو فقدت أباك؟ كيف يحتمل الإنسان فراق أمه التي تلقته نطفة لا ترى، وتكون عظمه من دمها، ونبت لحمه من حلو لبنها؟ وأي شيء في حياتنا أعظم من أمهاتنا؟ لا شيء. فيا من فقدت أمك ابكي على فقدها فراق. كيف لا أبكي وقد أغلق عني اليوم باب من أبواب الجنة فراق. لو سلبوا يوما بسمتها غنوا للبر بألحاني فراق. فالأم نعيم يعرفه من جرب يوم حرماني فراق. ويا من لازالت أمك باقية، فألزم قدميها فتم الجنة. سيأتي يوم ولن تراها. قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والداه عند الكبر أحدهما أو كلاكما ثم لم يدخل الجنة. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. عجب. والله إننا لنعجب ممن يظهرون على وسائل الإعلام يتحدثون عن علم الاجتماع وتركيب الأسرة. عجب. وتنظيم العلاقات بين أفرادها، وعلى الجانب الآخر ترقد أمهاتهم في دور العجزة والمسنين. عقول. رماها، تركها، نساها، ولا تزال خائفة عليه. عقول. لا أصدق أمه أنهم فعلوا هذا بك. عقول. فلما اجتمع أهل القرية سأله الرجل أمام الناس عن أمه، قال: إنها ماتت قبل سنتين وهي على قيد الحياة. عقول. ثم أتى بها أمام الناس وقال: هذه أمك يا فلان. يا فلان. فصعق الإبن العاق أمام الحضور ولم يستطع الكلام. عقول. أيعقل مثل هذا؟ أهذا جزاها بعد طول عناها؟ أي. أين القلوب؟ أي. أين المشاعر؟ أي. أين الإحساس؟ أي. أين جزاء الإحسان؟ قسماً بمن قرن عبادته بالإحسان إليك ليدفعن الثمن ولو بعد حين. والجزاء من جنس العمل. ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون. كيف إذا كان المظلوم أماً أو أباً؟ إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام تقدم لكم محاضرة للشيخ خالد الراشد. كنت أسمى خالد، واليوم يقال لي الشيخ خالد، وما أنا والله إلا حسنة من حسناتي. بعنوان: أمي. أمي أول كلمة نطقناها، وأحلى كلمة رددناها، لكن اسمحوا لي قبل أن أنطلق أنا وإياكم أن أقدم كلمات شكر وعرفان
إلى أمي، كلمات عرفان إلى أمي التي أدين لها بالفضل بعد الله تبارك وتعالى. فمهما قلت ومهما عملت فلن أوفيك أجرك يا أمي، لن أنسى صدرك الحنون، ولن أنسى سهر الليالي وتعب الأيام، لن أنسى حين كنا نجتمع على مائدة الطعام وتقدمين وتؤثرين على نفسك بما لذ وطاب. حتى بعد أن كبرنا كنت تضعين اللقيمات في أفواهنا. كم أتعبتك أماه حين كنت أتأخر في السهر فينام أهل البيت وتبقين أنت ساهرة في الانتظار. كنت تخافين علينا من البحر يوم أن كنا نسكن قريبا منه. أذكر مرة أنك ضربتيني ضربا مبرحا لأني اقتربت من البحر وخضت في شواطئه. كنت صغيرا لم أعرف السبب، لما كبرت عرفت. لقد كان خوفك علي هو الدافع. لن أنسى أني حين كبرت وسافرت للدراسة أنك أنت كنت التي تجمعين من هنا وهناك مصاريف دراستي حتى لا أحتاج إلى أحد في غربتي. يا الله كم كنت أتعب حين أرجع في الإجازات ويأتي وقت العودة للسفر. كم كان قلبي يتقطع حين تقولين لي لعلك ترجع من هذا السفر ولا تراني. كم كان قلبي يتقطع حين تقولين لي مودعة لعلك ترجع من هذا السفر ولا تراني. كم كنت أبكي حين أسمع هذا الكلام. عدت من السفر وكبرت أنت يا أمي وضعفت، ولقد أعطيتيني وإخوتي أحلى سنين العمر. كم دافعت من أجلنا، كم ضحيت في سبيلنا. لقد تحملت همومنا وسعيت في حاجاتنا حتى بعد أن أصبحنا كبارا. بالأمس كنت أسمى خالد، واليوم يقال لي الشيخ فلان، وما أنا والله إلا حسنة من حسناتك، وما أنا والله إلا حسنة من حسناتك، والفضل لله ثم لك أماه فيما أنا فيه اليوم، فجزاك الله عني خير الجزاء. فيا صاحبة الثغر الباسم، ويا صاحبة العطاء والقلب الرحيم، إليك أيتها الجوهرة الغالية، إليك يا صاحبة النبع الصافي، للتي مسحت دمعتي وغسلت حضرتي، للتي أطعمتني وسقتني بيدها، لمن جعلت صدرها مسكنا لي وعينها حارسة لي، أهدي إليك هذا اللقاء وأقول جزاك الله عني خير الجزاء. اللهم احفظ أمي بحفظك، أطل عمرها واحسن عملها واختم بالصالحات أعمالها. أماه لو كان عمرك بيدي لزدته ولو كان فيه فنائي. أماه لو كان أمري بيدي لرفعتك لعنان السماء. والله لن يوفيك حقك إلا الله، والله لن يوفيك حقك إلا الله جل في علاه. أما أخبار وعناصر هذا اللقاء بعد هذه المقدمة فأخبار وعناصر ستة. أولها الأم وما أدراك ما الأم. ثانيها احذر دعوة المظلوم. ثالثها لا أصدق أنهم فعلوا هذا بك. رابعها لماذا يبكي هذا. خامسها حقيقة لا خيال. وآخرها هذا هو ديننا. فمع أول العناصر الأم وما أدراك ما الأم، هي نموذج رحمة يتحرك بين أظهر الناس
ولا يلتفت إليه أحد بإجلال وتقدير إلا من رحم الله. الأم كتلة من الصبر وصورة حية للعفو والحلم. يقول أحدهم: الآن عرفت معنى قولهم ليس من سمع كمن رأى، ليس من سمع كمن رأى. يقول: لقد سمعت كلاما كثيرا وأحاديث متنوعة عن عظيم فضل الأم، وكنت كغيري أسمع ما أسمع فلا يكاد يتجاوز ما أسمع صوان أذني. قد تهزني عبارة جميلة، قد أحرك رأسي إعجابا بأبيات جميلة، ثم لا شيء في دنيا الواقع، لكن الله أراد بي خيرا إذ وجدت نفسي أتابع مراحل حمل زوجتي خطوة خطوة. وحين دخلت المسكينة في شهرها التاسع وتجاوزته بقليل، تخيلت نفسي أنا ذلك المتكور في هذا البطن المنتفخ، وأنا أرى وأراقب بدأت أستشعر بعضا من تلك المعاني التي سمعتها طويلا وكثيرا عن عظيم فضل الأم. لقد رأيت ثم رأيت أمرا هائلا يدير الرأس ويرقق القلب ويدمي العين، ومن ثم أخذت أقتنع تماما أن هذه المرأة الجليلة الأم لم يوصفها الناس ولن يوصفوها أبدا، مهما زخرفوا الأقوال ورققوا العبارات ومططوا الكلام، والله لن يكافئها على الحقيقة إلا الله وحده. ولذلك قالوا: أجر الوالدين على الله. يقول مواصلا كلامه: ليت المعاني تسعفني لأقرب الحقيقة، لقد تتبعتها ليالي وأيام خلال أواخر شهرها التاسع، بل في ساعات الليل والنهار، فماذا رأيت؟ رحمك يا الله ثم رحمك. أو يستطيع الإنسان أن يتحمل كل تلك المعاناة والآلام؟ لقد رأيتها تتحمل كل ذلك بفرح وسعادة وحبور. مرات ومرات رأيتها وسمعتها وهي لا تدري، وهي تطلق صرخة متوجعة، فأحس بحرارة ألمها قد انتقل إلى قلبي مباشرة، فأجالد نفسي حتى لا تفضحني عيناي، ثم أفاجأ بها بعد لحظة وقد أخذت تتبسم متناسية تلك الآلام، وهي تشير إلى بطنها وتقول: كم أحبك يا صغيري، وكم أنا مشتاقة لرؤياك. سبحان من صبرها على آلامها المتصلة مع الأنفاس، أراها إذا تحركت تألمت، وإذا جلست أنت، وإذا اضطجعت صرخت، وإذا مشت تعبت، وإذا حاولت النوم لتهجع قليلا تعذبت، فهي لا تستطيع أن تتقلب في فراشها على راحتها كما كانت قبل هذا الحمل الثقيل الحبيب. ومع هذا كله فهي لا زالت مطالبة في الغالب بالاهتمام بالبيت وشؤونه الداخلية، ومتابعة الصغار ونظافتهم وإطعامهم وغسلهم ونومهم وما إلى ذلك، مما هو وحده كفيل بهد جبل من الجبال وتفتيت صخرة راسية وإحراق البقية الباقية من الأعصاب المكدودة. ومع هذا كله تراها تقول للصبر مبتسمة: خذ مني دروسا يا صبر، خذ مني دروسا يا صبر، جرب نفسك لتكن أما. هل يستطيع رجل واحد أن يتحمل البقاء مع طفل في الثانية أو الثالثة من عمره لساعات قبل أن يدعو على نفسه بالويل والثبور وعظائم الأمور؟ إنها والله وحدها الأم التي تتحمل ذلك راضية متبسمة. تأمل معي هذا المنظر وقل: ما أجمل منظرها وهي جالسة قد التف حولها صغارها أشبه بفراخ الطير، تفتح مناقيرها لتلقمها أمها شيئا من الطعام، تشجع ذاك ليأكل، وتداعب الثاني وهي تطعمه، وتسقي الآخر بعد محاولات، وتضحك مع أصغرهم ليقبل على وجبته، كل ذلك وهي تجلس بينهم جلسة غير طبيعية، يكاد كل مفصل منها يئن على حدة يشتكي ويتوجع، وهي مع ذلك لا تزال تبتسم وتشجع وتسقي وتطعم. ثم فجأة تطلق صرخة خافتة، فلقد تلقت
من جنينها لكمة محكمة تحت الحزام، فتسارع لتغيير جلستها، وما إن تستوي عظامها حتى تعاود الابتسام كأن شيئا ما كان. ومن جديد يسدد الجنين لكمة أخرى محكمة كأنما يقول لها: أنا هنا أمه. تفرح بلكمه ورفته وهو لا يدعها تستريح لحظة، فإذا هدأ عن الحركة خافت وقلقت، فإذا تحرك فرحت واستبشرت. يا الله، ألوان متعددة من العذاب الذي أظن أنه لو صب على رجل مفتول العضلات لصاح حتى يسمعه الجار الأربعون. أما هي فصابرة محتسبة وضحكة مبتسمة، فرحمة الله لها ورحمة الله عليها ورحمة الله معها. يقول مواصلا كلامه: رأيتها مرات تنظر لي نظرات تحمل الكثير من معاني الألم دون أن تتحرك شفتاها، ثم بعدها بلحظات إذا بها تبتسم ضاحكة ويفيض لسانها بأعذب الحديث عن الضيف الجديد. عجيب أمرك أيتها الأم، هل تظنون أن الآلام والمعاناة بالحمل تنتهي؟ لا، اسمع واسمعي ولنقل: ما أعظمك أمه. فإذا حل بها الشهر التاسع وأزفت ساعة خروج الجنين إلى الدنيا حلت الطامة، فلا هو براغب في البقاء في الأحشاء ولا هو براغب في الخروج إلى دار الفناء. وهنا الشدة التي لا تطاق، والمأزق الذي لا يسهل، والعقبة التي لا تذلل، ثم لا يخرج في أكثر الأحيان إلا قسرا وإرغاما، فيمزق اللحم أو يبقر البطن أو تسلط عليه آلة الضغط، والطبيبة تقطع لحم أمه، والقابلة تجهد في سحبه، ثم يتسابق وروحها في الخروج، وكثيرا ما تسبق الروح فتموت الأم ويحيا هو. وإذا كان لها فسحة في الأجل أفاقت من بعد هذه المعركة اللاهبة، حتى إذا ما رأته إلى جانبها تبسمت وقالت: فداك روحي. يا الله، ما هذا الحنان وما هذا الإيثار؟ تقاسي ما تقاسي ثم تتمنى أن تموت ويحيا هو. أماه، لو إن جمات تسكب نورها أماه شلالا، وكل حناجر الأطيار لو غنتك موالا، لو الأنسام طافت في رحابك تنثر عطرا، ما وفتك يا أماه ما وفتك مثقالا. عن أنس قال: ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر درجة فقال: آمين، ثم ارتقى الثانية فقال: آمين، ثم ارتقى الثالثة فقال: آمين، ثم استوى فجلس، فقال أصحابه: على ما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقلت: آمين، اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين. ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه فلم يدخل الجنة، رغم أنف امرئ أدرك أبويه ولم يدخل الجنة، فقلت: آمين. فقال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، قلت: آمين. قد يقول قائل: لماذا الأم دون الأب؟ قلت: لا شك أن فضل الأب كبير، ولكن فضل الأم أكبر. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. قال ابن عطية: ذكر الله الأم في هذه الآية في 4 مراتب، والأب في مرتبة واحدة جمعته مع الأم في قوله بوالديه، ثم ذكر الحمل للأم، ثم الوضع لها، ثم الرضاع الذي عبر عنه بالفصال. فقدرها عظيم ومكانتها كبيرة، وفضلها لا يعرفه إلا الله. لفضلك أمي تذل الجباه خضوعا لقدرك عرف أصيل، وذكرك عطر وحضنك دفء، فيحفظك رب العلي الجليل. لأمي أحن ومن مثل أمي، رضاها علي نسيم عليل، حنانك أمي شفاء جروحي وبلسم عمري وظل الظليل. وبعد الله أرنو إليك إذا حل خطب وأثنى الكواهل حمل ثقيل،
بدعواك أمي تزول الصعاب، فدعواك أمي لقلبي سبيل. فيا أمي أنت ربيع الحياة ولون الزهور ونبع يسيل، على راحتي كم سهرتي ليال وتلوع قلبك عند الرحيل. فدومي لنا بلسما شافيا وبهجة عمري وحلمي الطويل، ولحنا شجيا على كل فاه، فمن ذا عن الحق منا يميل. أغلب القصص التي سأذكرها تدور حول عقوق الأولاد، ولم أكثر من قصص البر، لأن البر واجب، واجب على الأبناء، وليس للأبناء فضل في ذلك ولا منا، ولأنه حق عليهم، فمن فعله فقد أدى واجبا، ولكن من عق والديه هو الذي يجب أن نحاسبه ونقول له قف قف، فإن طريقك هذا يؤدي إلى النار وبئس المصير. وإلى أول العناصر والأخبار، احذر دعوة المظلوم، احذر دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، احذر دعوة المظلوم فإن الله يرفعها فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فكيف إذا كان المظلوم أما أو أبا، فكيف إذا كان المظلوم أما أو أبا؟ قال كعب الأحبار إن الله ليعجل هلاك العبد إذا كان عاقا لوالديه ليعجل له العذاب، وإن الله ليزيد في عمر العبد إذا كان بارا بوالديه ليزيده برا وخيرا. حدث أحد الثقات قائلا جلست مع شيخ معروف فأخبرني هذا الخبر. يقول الشيخ جاءني رجل وهو يلعن أمه، جاءني رجل وهو يلعن أمه، فنهيته عن ذلك، ثم سألته ما ذنبها وما جرمها وما هي خطيئتها؟ قال عملت سحرا لزوجتي. قلت وكيف عرفت، كيف عرفت أنها هي؟ قال زوجتي أخبرتني بذلك وهي تنكر ذلك، يعني الأم. قلت عجبا، تصدق زوجتك وتكذب أمك؟ يقول الشيخ فطلبت رؤية أمه، فجاء بها ابنها الأكبر وجمعت بينهم وكثر النقاش وطال الحوار، ونفسي تحدثني، يعني الشيخ، ونفسي تحدثني أن الزوجة كاذبة. سمعت من الأم أيمانا وبكاء حارا يدل على صدقها، وأصرت الزوجة ألا تقبل اليمين من الأم إلا في بيت الله الحرام. فقلت لهم بعد أن أصرت زوجة الابن اذهبوا إلى بيت الله الحرام. ثم طلبت رقم هاتف الابن الأكبر واتصلت به بعد يومين، فقال ذهبنا لبيت الله الحرام، ودعت أمي على نفسها، دعت أمي على نفسها بألا تعود إلى بيتها إن كانت فعلت، وتضرعت إلى الله أن ينتصر لها من ابنها وزوجته إن كانت مظلومة. يقول الابن للشيخ ثم عدت بأمي ودموعها على خدودها، فلما وصلنا وجدنا الخبر أمامنا في بيتنا أن أخي وزوجته ماتا على إثر حادث لهما في الطريق. فلما وصلنا وجدنا الخبر أمامنا أن أخي وزوجته ماتا على إثر حادث لهما في الطريق، أما قال الله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون؟ كيف إذا كان المظلوم أما أو أبا؟ اتق الله يا زوجة الابن، اتق الله يا زوجة الابن، اتق الله في أم زوجك، فأنت عندك أم تريدين أن تبريها وهو مطالب ببر أمه، بل حقها أعظم حق عليه بعد حق الله، فلولاها ما كان. هل أنت التي حملتيه؟ هل أنت التي ربيتيه؟ هل أنت التي احتضنتيه؟ اتق الله يا زوجة الابن، فأنت ستكونين أما في يوم ما. هب أن الأم أخطأت،
هل يحق لنا أن نسيء معاملتها وننسى فضلها؟ أما أمرنا الله ببر الوالدين ولو كانا كافرين؟ فقال: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: رضا الله من رضا الوالدين، وسخط الله من سخط الوالدين. اعلمي واعلم أن كل شيء يعوض في هذه الدنيا. الزوجة لو طلقتها ستتزوج وستجد من هي أفضل منها، وهي كذلك ستتزوج وستجد من هو أفضل منك، والأبناء ستنجب غيرهم، والأموال ستجمع مثلها. لكن كيف لو فقدت أمك أو فقدت أباك؟ لكن كيف لو فقدت أمك أو فقدت أباك؟ بصراحة، كم واحد منا يقبل يد أمه؟ وكم واحد منا يقبل رأسها؟ وكم واحد منا يجلس بين قدميها؟ وكم واحد منا يكلمها بأدب واحترام؟ صدقوني، لو نظر كل واحد منا إلى أسلوب تعامله مع أمه لوجد نفسه عاقا وجاحدا. الحقيقة أننا بحاجة ماسة لإعادة النظر في علاقاتنا مع أمهاتنا. أما تدرون أن في الإحسان للوالدين متعة في الدنيا وسعادة في الآخرة؟ والله إننا لنعجب ممن يظهرون على وسائل الإعلام يتحدثون عن علم الاجتماع وتركيب الأسرة وتنظيم العلاقات بين أفرادها، وعلى الجانب الآخر ترقد أمهاتهم في دور العجزة والمسنين. أقسم بالله العظيم، بعد وفاة الأم وهداية الابن العاق، يتمنى هذا الابن أن تخرج أمه رأسها من قبرها ليقبلها ويقول لها: أمه سامحيني، أمه سامحيني. قال رجل لعمر بن الخطاب: إن لي أما بلغ منها الكبر أنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري مضية لها، فهل أديت حقها؟ قال: لا، لأنها كانت تصنع بك ذلك وهي تتمنى بقائك، وأنت تصنعه وتتمنى فراقها. قلت أنا: أين حنانك من حنانها؟ اسمع، اسمعي، اسمعوا معي، اسمعوا معي هذه الصورة التي تبين حنان الأم وشفقتها، ما أروعها من صورة. تقول عائشة رضي الله عنها: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها عائشة 3 تمرات، فأعطت الأم كل واحدة منهما تمرة، ورفعت التمرة الثالثة إلى فيها لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما. تقول عائشة: فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت الأم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها الجنة، إن الله قد أوجب لها الجنة أو أعتقها من النار. فأبشري أمه، أبشري أمه، لن يضيع السهر والتعب. العنصر الآخر: لا أصدق أنهم فعلوا بك هذا يا أمه. اسمع واسمع الأم العجوز تروي خبرها. تقول: حملته في بطني 9 أشهر، ومات أبوه بعد ولادته بأشهر، فكنت له أبا وأما هو وأخته التي تكبره بسنوات 3. من حبي له لم أفطمه إلا بعد 3 سنوات، وبعد أن تركه بنفسه أسبغت عليه كل حبي وحناني. ولما بلغ سن الزواج زوجته من فتاة أحبها،
لأخلاقها ودينها وكرم أهلها. طلقها بعد 5 سنوات بعد أن أنجبت له ولدا وبنتا. طلقها لأنها كما يقول غير متعلمة، وتزوج أخرى تعمل مدرسة. وقمت أنا بتربية ابنه وابنته، وكنت أخدم زوجته لكونها مدرسة ونفسي راضية. وبعد فترة أصبحت لا تحب طعامي وتقول أني لا أعتني بالبيت كما ينبغي، فطلبت خادمة وتكفلت هي بمرتبها. ولما جاءت الخادمة استغنوا عن خدماتي، وأصبحت ضيفة ثقيلة على زوجة ابني. أصبحت ضيفة ثقيلة على زوجة ابني، أخذت تتهمني بالتدخل فيما لا يعنيني، وأني أتدخل في شؤون الخادمة، بل وأني أتلفظ عليها بألفاظ لا تليق. أصبح ابني لا يكلمني، بل أخرجني من غرفتي داخل البيت، إلى الملحق الخارجي للبيت حيث سكن الخادمة، وأدخل الخادمة مكاني لحاجتهم لها، كما يقولون وخوفهم عليها. أما أنا فانتهت حاجتهم لي، ولماذا يخافون علي؟ لا أصدق أمه أنهم فعلوا هذا بك. تقول تحملت هذا ورضيت وكتمت غيظي، لأنه ابني أحبه، ثم لأجل ولده وبنته من زوجته الأولى. في يوم عدت من زيارة ابنتي التي تسكن في مدينة أخرى، فلما توجهت إلى الملحق الذي أسكن فيه وجدت عفشي وفراشي وصندوقي الصغير قد وضع خارج الغرفة. ولما طرقت الباب عليهم أسألهم عن السبب، قالت زوجة ابني وابني يقف خلفها: لقد احتجنا للملحق ليكون مستودعا لأغراضنا. قالت: وأنا أين أذهب؟ وفي مثل هذا الوقت؟ قالت، يعني الزوجة، قالت: اذهبي إلى أي مكان، إلا داخل البيت، وأرض الله واسعة. لا أصدق أمه أنهم يفعلون هذا بك. أين القلوب؟ أين المشاعر؟ أين الإحساس؟ تقول الأم: العجيب أن ابني خلفها لم يحرك ساكنا ولم ينطق بكلمة. طرقت باب الجيران في جو شديد البرودة، فلما دخلت على جارتنا قلت: أريد أن أبيت عندكم الليلة. فاستغربت ماذا أقول لها، فصارحتها فبكت غير مصدقة. قلت لها: فقط سأبات عندكم الليلة، ثم في الصباح ستأتي ابنتي لتأخذني. فقالت: لا عليك، والبيت بيتك. تقول العجوز: ثم في الصباح اتصلت بابنتي وأخبرتها بالخبر، وطلبت منها أن تحضر لتأخذني عندها، لكنها اعتذرت لأن زوجها تضايق جدا عندما جلست عندها 2 يوم فقط، فكيف إذا سكنت عندهم؟ ثم أغلقت سماعة الهاتف. يا الله، أمه، أيعقل أنهم فعلوا هذا بك؟ أين جزاء الإحسان؟ أما علموا أن الزوج إذا فقد فبدله زوج آخر، وأن الزوجة إذا ذهبت فبدلها زوجة أخرى؟ ولكن إذا ذهبت الأم فكيف سيأتون بأم من غيرها؟ لا أصدق أمه أنهم فعلوا هذا بك. تقول العجوز: أغلقت ابنتي سماعة الهاتف، ومعه أغلقت باب الأمل. كنت آمل أن أسكن عندها لأنها ابنتي، وهي التي سوف تتحملني وتتحمل كبري وعجزي. وصرت أبكي حتى لم أجد دموعا أبكيها. ولما علمت جارتي بالخبر شاطرتني البكاء
وقالت لا عليك فهذا بيتك ونحن أهلك. وعن طريق أحد المحسنين في حينا لما علم بقصتي وفر لي سكنا قريبا وقام بتجهيزه وقال نحن مستعدون لخدمتك من كبيرنا إلى صغيرنا. كان أهل الحي يزورني ويقدمون لي كل شيء إلا ابني لم يزرني، بل مرضت مرضا شديدا وأخذني الجيران للمستشفى، وصار أهل الحي يزورني إلا ابني، إلا ابني لم يزرني ولم يسأل عني. وها أنا أنتظر زيارته وقلبي يتقطع عليه، وها أنا أنتظر زيارته وقلبي يتقطع عليه، وأدعو الله أن يسامحه ويعفو عنه. ما أرحمك أمه، رغم ما صنع وفعل لا زلت تدعين له بالعفو والمغفرة. لا أصدق أمه أنهم فعلوا هذا بك، ولكن قسما بمن قرن عبادته بالإحسان إليك، قسما بمن قرن عبادته بالإحسان إليك ليدفعن الثمن ولو بعد حين. والجزاء من جنس العمل. قال ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، فكن كما شئت فكما تدين تدان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو علم الله شيئا أدنى من الأبر لنهى عنه، فليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة، وليعمل البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار. رواه ابن حبان في صحيحه. العنصر الآخر: لماذا يبكي هذا؟ يقول أحدهم: زرت أخا لي في الله فقال لي: إن والدة جارنا قد ماتت وسيصلى عليها اليوم في الجامع الكبير، فهل ترغب بالذهاب معي؟ فقلت: نعم، وهل يكره الإنسان فعل الخير؟ يقول: صلينا على الجنازة ثم تبعناها إلى المقبرة. هناك عند القبر كان رجل يبكي بكاء شديدا، قلت: من هذا؟ قال صاحبي: هذا ابنها. قلت: ألهذه الدرجة كان يحبها وبارا بها؟ قلت: ألهذه الدرجة كان يحبها وبارا بها؟ قال صاحبي: لا، بل هي دموع الندم، بل هي دموع الندم، لقد ماتت ولم يرها منذ 3 سنوات، لقد لبثت في المستشفى 20 يوما وكانت تطلب رؤيته ولم يأتي لرؤيتها، ماتت ولسان حالها: قلبي على ولد فطر وقلب ولدي علي مثل الحجر. هكذا نحن لا نعرف قيمة الشيء حتى نفقده، وأي شيء في حياتنا أعظم من أمهاتنا. يا الله، كيف يحتمل الإنسان فراق أمه التي تلقته نطفة لا ترى، وتشكل في أحشائها خلية خلية، وتكون عظمه من دمها، ونبت لحمه من حلو لبنها. أمك التي لا يلد لها طعام ولا يهنأ لها مقام حتى تراك ملء السمع والبصر، كم آثرتك على نفسها مع الخصاصة، كم سهرت لتنام، كم جاعت لتشبع، وكم شقت لتسعد أنت. أسألك بالله، من ذا الذي يسد الفراغ الذي تركته أمك وهي التي كانت لا ترى الحياة إلا من خلالك والسعادة إلا بوجودك، بل جعلت أكبر همومها أن تحملك في بطنها وتحضنك في حجرها وترقبك بنظراتها وترويك من صدرها، فأنت لها الأجمل منظرا والأعذب صوتا، ويوم أن عققتها ردت جفاءك بحبها وغلظتك بشفقتها ونسيانك بسؤالها عنك. والله ما عرف قدرها إلا الله حين جعل الجنة تحت أقدامها
وجعل النظر إلى وجهها عبادة، وربط حقه بحقها وشكره بشكرها. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والداه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. عن رفاعة ابن أياس قال: رأيت الحارث العلكي في جنازة أمه يبكي بكاء شديدا، فقلت: لما كل هذا البكاء؟ قال: كيف لا أبكي وقد أغلق عني اليوم باب من أبواب الجنة؟ كيف لا أبكي وقد أغلق عني اليوم باب من أبواب الجنة؟ أماه أماه أنيني مرتفع يسمعه القاصي والداني. أماه ذكرتك غائبة فسئمت زماني ومكاني. أعياني رسمك في ذهني وجها يستجمع أحزاني. يا ملك الموت يا ملك الموت، أما تدري من بعدك هدت أركاني، وحبال البعد تحاصرني وتشد وثاق الحرمان. سأبرك أمي فاقتربي، فالدمعة تحرق أجفاني. أماه تعالي مسرعة كي أشعر يوما بحناني. أوف ابن عندك لي قبرا كي أدخل كهف النسيان. عجبا أماه لمن يبدي للأم صنوف النكران. لو سلبوا يوما بسمتها غنوا للبر بألحان. ندموا من فرض جهالتهم أن باعوا بالباقي الفاني. فالأم نعيم يعرفه فالأم نعيم يعرفه من جرب يوم الحرمان. عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى رسم قبر فجلس إليه فجعل يخاطب، ثم قام مستعبرا فقلنا: يا رسول الله، إنا رأينا ما صنعت. قال: إني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي، فما رؤي باكيا أكثر من يومئذ صلوات ربي وسلامه عليه. فيا من فقدت أمك فيا من فقدت أمك ابكي على فقدها وأكثر من دعائك لها. ويا من لا زالت أمك باقية فالزم قدميها فتم الجنة. فسيأتي يوم ولن تراها فسيأتي يوم ولن تراها. العنصر الآخر حقيقة لا خيال. في إحدى القرى المجاورة مرضت الأم العجوز، فأخذها ابنها إلى المستشفى وتركها هناك، وانتقل إلى العمل في المدينة، وبعد مدة عاد إلى قريتهم، وحين سألوه عن أمه أجابهم أنها ماتت ودفنها أجابهم أنها ماتت ودفنها وهي على قيد الحياة. وبعد مدة ذهب أحد سكان تلك القرية إلى مستشفى المدينة لزيارة قريبة له، ودخل المستشفى فوجد أم ذلك الشاب بنفس الغرفة التي فيها مريضته. فسألها الرجل بتعجب واستغراب: أنت أم فلان؟ قالت: نعم. قال: من أتى بك إلى هنا؟ ومنذ متى وأنت هنا؟ قالت: أحضرني ابني منذ سنتين ولم أره من حينها. اسمعوا ماذا تقول. تقول: والله إني خائفة عليه، والله إني خائفة عليه،
أن يكون قد أصابه مكروه أو حصل له شر. يا الله، ما أحلم الأم وما أحنها وما أشفقها، رماها تركها نساها ولا تزال خائفة عليه. فقام الرجل بالإجراءات اللازمة وأخرجها وذهب بها إلى القرية، ثم قام بإعداد وليمة كبيرة ودعا كل أهل القرية وألح على ابنها بالحضور. فلما اجتمع أهل القرية ومن بينهم ذلك الابن، سأله الرجل أمام الناس عن أمه، فقال إنها ماتت قبل سنتين. قال إنها ماتت قبل سنتين. فقام الرجل وطلب العجوز، ثم أتى بها أمام الناس وقال: أهذه أمك يا فلان؟ وقال للعجوز: أهذا ابنك يا أم فلان؟ فصعق الابن العاق أمام الحضور ولم يستطع الكلام. صدقوني، إنها قصة حقيقية وليست من نسج الخيال. لكن أيعقل مثل هذا؟ أهذا جزاها بعد طول عناها؟ أيعقل مثل هذا؟ وهل هذا من الدين في شيء؟ لم يكرر القرآن الكريم وصية أبلغ تأثيرا وأقوى عبارة بعد عبادة الله وحده، كأمره بالإحسان إلى الوالدين وإكرامهما والعطف عليهما. اسمعوا معي هذه الآيات. قال الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ثم تأمل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه وقد كان يمر ببعض الأسرى، وامرأة تأخذ وليدها فتضمه إلى صدرها، فيقول صلى الله عليه وسلم: أرأيتم هذه طارحة وليدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، هي أرحم به من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: فالله أرحم بكم من هذه بولدها، فالله أرحم بكم من هذه بولدها. وما قال هذا صلى الله عليه وسلم إلا ليبين أن الرحمة الإنسانية في أعلى صورها إنما هي عند الأم فقط. ولذلك كرر علينا بأبي هو أمي، أمك ثم أمك ثم أمك. فهل عرفنا قدر أمهاتنا؟ العنصر الآخر والأخير، هذه ممرضة أمريكية أرسلت هذا الخبر بعنوان: أذهلني بر الوالدين في الإسلام. تقول: أول مرة سمعت فيها الكلام عن الإسلام كان أثناء متابعتي لبرنامج في التلفزيون، فضحكت من المعلومات التي سمعتها. بعد عام من سماع كلمة الإسلام استمعت لها مرة أخرى، ولكن أين؟ في المستشفى الذي أعمل فيه، حيث أتى زوجان وبصحبتهما امرأة كبيرة في السن مريضة. جلست الزوجة تنظر أمام المقعد الذي أجلس عليه لمتابعة عملي، وكنت ألاحظ عليها علامات القلق وكانت تمسح دموعها. من باب الفضول سألتها عن سبب ضيقها وبكائها، فأخبرتني أنها أتت من بلد آخر مع زوجها الذي أتى بأمه باحثا لها عن علاج لمرضها. كانت المرأة تتحدث معي وهي تبكي وتدعو لوالدة زوجها، تدعو لها بالشفاء والعافية. فتعجبت لأمرها كثيرا، تأتي من بلد بعيد مع زوجها من أجل أن يعالج أمه. تذكرت أمي تقول الأمريكية:
تذكرت أمي وقلت في نفسي أين أمي؟ لم أرها منذ 4 أشهر وإلى الآن لم أفكر بزيارتها. هذه أمي، كيف لو كانت أم زوجي؟ لقد أدهشني أمر هذين الزوجين، ولا سيما أن حالة الأم صعبة وهي أقرب إلى الموت من الحياة. أدهشني أكثر أمر الزوجة، وما شأنها وأم زوجها؟ أتتعب نفسها وهي الشابة الجميلة من أجلها؟ لماذا هذا؟ لم يعد يشغل بالي سوى هذا الموضوع. تخيلت نفسي لو أني بدل هذه الأم، يا للسعادة التي سأشعر بها، ويا لحظ هذه العجوز، إني أغبطها كثيرا. كان الزوجان يجلسان طيلة الوقت معها، وكانت مكالمات هاتفية تصل إليهما من الخارج يسأل فيها أصحابها عن حال الأم وصحتها. دخلت يوما غرفة الانتظار فإذا الزوجة تنتظر، فاستغللتها فرصة لأسألها عما أريد. حدثتني كثيرا عن حقوق الوالدين في الإسلام، وأذهلني ذلك القدر الكبير الذي يرفعهما الإسلام إليه وكيفية التعامل معهما. بعد أيام توفيت العجوز، فبكى ابنها وزوجته بكاء حارا وكأنهما طفلان صغيران. بقيت أفكر في هذين الزوجين وما علمته عن حقوق الوالدين في الإسلام، وأرسلت إلى أحد المراكز الإسلامية أطلب كتبا عن حقوق الوالدين، ولما قرأته عشت حلما لا يقظة أتخيل خلالها أني أنا الأم، ولي أبناء يحبونني ويسألون عني ويحسنون إلي حتى آخر لحظات عمري ودون مقابل. هذا الحلم الجميل جعلني أعلن إسلامي، هذا الحلم الجميل جعلني أعلن إسلامي دون أن أعرف الإسلام. لم أعرف منه إلا حقوق الوالدين. فالحمد لله تزوجت من رجل أسلم وأنجمت منه أبناء ما برحت أدعو لهم بالهداية والصلاح. أنا اليوم أم عبد الملك، أنا اليوم أم عبد الملك، فادعوا لي ولأبنائي بالثبات. هذا هو ديننا، هذا هو ديننا، وهذه هي أخلاقنا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اسمعوا ماذا يصنع البر بأهله، اسمعوا ماذا يصنع البر بأصحابه. عن أسيد بن عمرو قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه إمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. اسمع، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع إمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بار بها، لو أقسم على الله لأبره. اسمع ماذا يصنع البر بأهله، له والدة هو بار بها، لو أقسم على الله لأبره. فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي. يقول له عمر: استغفر لي. فاستغفر له. رواه مسلم. يا الله، بره بوالدته بلغ به منزلة لو أنه أقسم على الله لأبره. أي بر هذا؟ وما أعظم بر الوالدين، بر أباكم تبركم أبناؤكم، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا ولكل من له حق علينا. أذكركم أحبتي قبل النهاية أن الذي تبنى هذا اللقاء هو مؤسسة الوقف التي تتبنى مشروعا
اسمه مشروع الأم، هي التي تبنت هذا اللقاء وقامت بالإعداد له. تقيم وقفا للأم في المدينة المنورة، حيث تقيم وقفا لصالح الأم. فاجعلوا للأم من هذا الوقف نصيب، لا يتردد منكم أحد، وردوا بعضا من فضل الأمهات بدعم هذا المشروع العظيم. والأمهات والآباء إن ماتوا ستنفعهم الصدقات الجارية، فاجعلوا لأنفسكم ولأمهاتكم وآبائكم من هذا نصيبا. وما أعظم بر الوالدين، اللهم اجزي والدينا عنا خير الجزاء يا سميع الدعاء. اللهم اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، اشرح صدورهم يسر أمورهم، اغفر ذنبهم واستر عيبهم، ارحم شيبتهم، أطل أعمارهم، واختم بالصالحات أعمالهم. اللهم اجزي الأمهات عنا خير الجزاء يا رب الأرض والسماء، اجزهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وصفحا وغفرانا. اللهم من كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. اللهم اجمعنا ووالدينا في جنات النعيم. اللهم وفقنا لبر أمهاتنا ووالدينا يا رب العالمين. اللهم ارحمهم كبارا كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم كبارا كما ربونا صغارا. اللهم تجاوز عنهم يا رب العالمين. اللهم رحمك بأمهاتنا في العراق. اللهم رحمك بأمهاتنا في فلسطين. اللهم رحمك بأمهاتنا في أفغانستان. اللهم رحمك بأمهاتنا في الشيشان. اللهم ارحم دموعهم. اللهم كن لهم عونا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. اجبر كسر قلوبهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام، مجمع الحياة بلازا، رقم